السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه دركتي ها دار الأسر المدني الصحراوي محمد باني ضمن مجموعة أسود قدامي زيك. اليوم 4/9/2023 اللي تزامن معاه مجي مستوفى دي مستورة راعي المنزل المراقب من طرف السيارة راعاها منين الاحتلال المغربي. نعتذر على تليفوني ما هو صور حتى. واثنين راعاهم منين متخزنين عند هذه الشجرة، وإذا كانوا يمنعونا عن ما نمرقوا اليوم للوقفة يا قال احنا بإذن الله تعالى صامدون ولا نمرقوا، يا كنعتوا الانتهاكات اللي تمارس على الشعب الصحراوي.